طيب، نروح مع حضراتكم وموضوع تاني أثار حالة من الجدل كده على مواقع التواصل الاجتماعي، حصلت بسبب جملة اتشهرت الفترة الأخيرة: القضية ممكن. ودي بلغة السوشيال ميديا كده تحفيل بين جماهير الأهلي والزمالك. والحقيقة أنه كان يعني هنا الإشارة لهدف محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم اللي فات. اللي حصل انه استاذ في قسم العماره بكليه الهندسه جامعه المنوفيه جاب سؤال للطلبه في الامتحان وطلب منهم انهم يعملوا لوجو بيعبر عن كلمه او جمله القضيه ممكن. طبعا الموضوع شويه تحول لمساحه كبيره من الجدل لدرجه انه تردد انه كمان تم تحويل الاستاذ للتحقيق وايقافه عن العمل مؤقتا بعد ما يعني حصل شويه غضب من الطلبه الزملكاويه جوه الكلية. خلينا نعرف التفاصيل وإيه اللي حصل بالظبط. معانا عبر زوم الدكتور علوي الخولي، عميد كلية الهندسة بجامعة المنوفية. صباح الخير عليك يا دكتور، ويعني قول لنا، هو الموضوع فعلا فيه خطأ علمي فإن احنا نحط سؤال زي ده، ولا هي فكرة الجدل اللي حصل على السوشيال ميديا هو اللي عمل المشكلة؟ صباح الخير يا فندم. هو بدون شك أي سؤال يخرج عن نطاق أو يؤجج روح تعصب في أي اتجاه ده مرفوض جملة وتفصيلا. فالدكتور في قسم الهندسة المعمارية وضع في مقرر التدريب البصري يوم الاثنين اللي فات ده 15 مارس سؤال. السؤال ده قد ياخد بين طياته أي تعصب أو أي تنمر، ده مرفوض جملة وتفصيلا في الامتحانات بوجه عام في الجامعات المصرية، وده توجه من معالي الوزير الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار ورئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك، لا يسمح أبدا بوجود أي هو يا أسئلة فندم. ما بيتمش تحمل مراجعة طابع التعصب. الامتحانات بعد ما المدرسين يحطوها من قبل يعني حد مثلا أكبر منه في التدرج الوظيفي؟ ما بيتمش مراجعة لا، الأسئلة؟ هو حضرتك الامتحانات بيبقى نظام سرية، المسؤول عن الامتحان هو بس اللي بيطلع بيودعوا على الامتحان، الأسئلة. بتبقى لجنة ثلاثية، فاللجنة الثلاثية بيودع الامتحان في سرية، ما بيتعرفش إلا بعد الطلاب ما بيمتحن، طيب فهي دكتور، دي ايه المشكلة. القرار اللي عشان تم كده اتخاذه حتى وما الآن؟ ظهرش إلا بعد ما الطلبة امتحنت وبدأ مشجعي الزمالك، ومش مشجعي الزمالك فقط، هو بعد الطلاب العاديين حتى من مشجعي الأهلي، لا ما بيقبلوش بأي تنمر أي كان التنمر لأي فرق من الفرق الرياضية. إذن ده مرفوض جملة وتفصيلا عندكم في الجامعة. ايوه طبعا مرفوض، وعشان كده عظيم. احنا تشاورت بمجرد معرفتي تشاورت مع معالي رئيس الجامعه الاستاذ عادل مبارك، وتم تحويل الموضوع الى التحقيق فورا بمجرد علمنا وبمجرد ورود بقى بعض الشكاوي على السوشيال ميديا والفيسبوك، ودي مرفوض جمله وتفصيلا، ولازم وتم ايقاف الدكتور عن العمل مبدئيا لغايه نتائج التحقيق، وسنعلن النتيجه للتحقيق على الملأ ان شاء الله. بس هو طب الدكتور دكتور بيقول بيقول ان هو علوي، شايف الموضوع عادي، يعني هو بيقول ان هو شايف ان الموضوع عادي وشايف ان هو ما عملش اي مشكله ولا اثار اي فتنه ما بين الجماهير او الطلبه، وشايف ان الطلبه كمان بتوع الماده وهم 50 طالب متقبلين هذا الامر بصدر رحب. هو الطلبه متقبلين حضرتك على اساس ان ده الدكتور بتاعهم، وهو دكتور شاب وليه تفاعلات كبيره قوي مع الطلبه وليه نشاط رياضي كويس جدا في الكليه وبيلعب معاهم كوره وجواله، فهو قريب من الطلاب، بس اعتقد ان هو خانوا الحظ في وضع السؤال ده، لان غير مقبول ان لو طالب واحد فقط يزعل من سؤال فيه اي عنف او فيه تعصب، ده في كلا الاحوال مرفوض، لكن هو الدكتور كويس جدا بيشارك جميع الطلاب في كل الانشطه الطلابيه اللي موجوده، بيشارك ويلعب معهم بالكوره وبيلعب معهم عظيم. كل انواع الالعاب الرياضيه اللي موجوده والانشطه الرياضيه اللي موجوده في الجامعه. يمكن يا دكتور كان المقصود ان احنا نحط سؤال كده يعني اوت اوف ذا بوكس زي ما بيقولوا، او نشوف مدى تخيل الطلبه لتقبل اسئله ما هياش يعني تقليديه جوه الامتحان. لكن خليني اسال حضرتك، طب ايه اللي هيتم؟ هل هيتم احتساب السؤال بالشكل اللي الطلبه جاوبوا عليه؟ وهل كل الطلبه جاوبوا اصلا على السؤال ولا لا؟ يعني فيما يخص هنا بقى الدرجات، واعتقد ده يعني اهم حاجه تهم الطلبه في النهايه. ايوه طبعا ده هيخص في الاعتبار، لان اللي وضع الامتحان دي بتبقى لجنه ثلاثيه، اللي بيصحح الامتحان دي لجنه ثلاثيه، وده كله هيخص في الاعتبار طبعا، لان احنا بيعنينا مصلحه الطالب.
طب لو صدر اي قرار بيدين الدكتور اللي حط هذا السؤال، الوضع بيكون عامل ازاي؟ هل بيتم اعاده، هل في امكانيه اصلا لاعاده هذا الامتحان مره اخرى؟ لا، الامتحان طويل، الامتحان كبير اساسا، ده جزء سؤال من ضمن الاسئله، والسؤال ده تصميم للوجو، يعني وكن عام، هو سؤال يعتبر سؤال طبيعي زي تصميم اللوجو للعاصمه الاداريه مثلا على سبيل المثال، بس هو انا اعتقد ان هو خان الحظ ده مش هيبقى فيه في مشكلة لو طبيعه عمل حاجة زي دي، السؤال لأن ده نفسه. دي حاجة عامة، يعني تصميم لوجو العاصمة الإدارية أو لغيرها من المعالم، دي حاجة عامة بالظبط مش كده، هتثير الفتن ما بين ما الطلبة أو ما بين توصلش الجماهير. الفتن، فعشان كده احنا لازم يؤخذ في الاعتبار برضو اجابات الطلاب واخذها في الاعتبار، واللي بيصحح الورقه بتبقى لجنه ثلاثيه مش الدكتور فقط يعني. دكتور علوي، هو الدكتور أهلاوي ولا زملكاوي؟ أهلاوي طبعًا. لا هو اهلاوي. هو ده اللي يثير القضية. لازم يكون لا أهلاوي. بس مامته زملكاويه حضرتك، يعني هي مامته زملكاويه واخوه زملكاوي، هو وباباه هما لا الاهلاويه. بس طبيعة العلاقة الأسرية حاجة، وطبيعة العلاقة زي ما حضرتك قلت ما بين طبعا دكتور حضرتك، لا انا وتلميذه بقول حاجة لك هو تانية خالص. ما يقصدش اهانه مشجعي الزمالك، لانه استحاله يكون يقصد يهين مامته، وهي مامته زملكاويه متعصبه على ما من خلال كلامي معاه يعني، فما اعتقدش ان هو يقصد بمعناها قوي، ولكن هو انا اللي يعني دي ما بتحصلش في الجامعات المصريه ولا في نهائي في كل الامتحانات، ولكن اعتقد ان حضرتك هو مشكلته بس ان هو لانه السنه اللي فاتت كان طالب من الطلبه في شغل اعملوا له لوجو للنوادي مثلا، لنادي الزمالك، حتى كان طالب نادي الزمالك من احد الاسئله اللوجو، صمموا لوجو جديد لنادي الزمالك، صمموا لوجو جديد لنادي الاهلي، فهو اتمنى متاثر بالانديه وبالنشاط الرياضي جامد، فكل تصميماته بتتجه نحو التصميمات الرياضيه. هي يمكن فعلا الجملة هي عشان استخدمت ما بين جماهير بالظبط الأهلي والزمالك، يمكن الجملة هي اللي عملت المشكلة. الدكتور علو الخولي، عميد كلية الهندسة بجامعة المنوفية، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. الدكتور علو قال جملة مهمة جدا، ممكن يكون خانه التوفيق فعلا، لأن هو مقرب جدا من الطلبة وبيعمل نشاط معاهم وبيلعب معاهم وبيتواصل معاهم باستمرار، فدي حاجة كويسة جدا في النواحي التعليمية، بيكون ليها مردود كبير جدا على التحصيل الدراسي، لكن ممكن يكون خانه الحظ في حاجة زي دي أو وقع سهوا في حاجة زي دي. طبعا هي الفكرة إن الطلبة كانوا شايفين الموضوع عادي جدا وجاوبوا على السؤال، لكن الموضوع اللي شعلله قوي بهذه الطريقة هي للأسف السوشيال ميديا. وده بيحصل في حاجات كتير، يعني خلينا نكون واقعيين، في حاجات كتير بتكون بسيطة ومثلا في مكانها ما هياش الأزمة الكبيرة، والسوشيال ميديا هي اللي تخلق الأزمة دي. فخلينا يعني نكون إيه، نحط دايما حسن النية في الاعتبار، وكده كده الأزمة هتتحل. ولو حد مثلا ما حلش السؤال، حتى لو كان معترض مثلا على فكرة السؤال، أعتقد إنه الجامعة هتبص كويس في الموضوع ده. كمان يمكن الناس كانت متحمسه ومتحفزه بزياده عشان السؤال اللي كان محطوط تقريبا من شهر، سؤال افتراضي برضو لوفاه اشرف بن شرقي، فاكره انت الموضوع ده كان من شهر، فيمكن الناس برضو ايه الاسئله على الزمالك بس ولا ايه؟ متحفزه بزياده يمكن الفتره دي.